لقاء جد مهم مع السيد رئيس ستيلانتيس اللي غادي كتعرفوا في سنة 2019 صاحب جلالة الله يصوب قام بالتدشين ديال المعمل ديال القنيطرة اللي كانت فيه 200 ألف كهدف 200 ألف سيارة في أفق 2023 الآن وصلوا ل 2000 يعني 200 ألف سيارة في 2022 وحنا فرحانين باش نعرفوا بأنه هاد المجموعة الكبيرة اللي كتصنع واحد العدد ديال السيارات غادي تعمل الضعف غادي تضاعف الانتاج ديالها وتمر ل 400,000 بل 450,000 الى خدينا يعني السيارات الكتريك. هذا كيشرف المغرب كيشرف يعني العمال ديال المغرب كيشرف كذلك الكفاءات وكيشرف يعني لاتراكتيفيتي ديال بلادنا اللي غادي تخلي ان شاء الله هذا الاستثمار غادي يكون في المستقبل. دونك كانت مناسبه اللي نشكرهم على الثقه ديالنا ونبلغهم كذلك يعني التحيات ديال سيدنا الله يصوب بالنسبه لهذا المشروع الهام للمنطقه اللي هو تقريبا 300 غادي يتكلم عليه السيد الرئيس 300 مليون ديال الدولار من اكثر ديال لوغو ومن اكثر من 2000 امبلوا والمضاعفه ديال الانتاج ديال السيارات باش تمر من 200,000 الى 450,000 وشكرا لكم.